العبد الثالث والعشرون، مجلة بيم أريبيا، مقالة بعنوان حوادث القطارات لمهندس عمر سليم. عند معرفة أحد أخبار سلسلة حوادث القطارات أجد نفسي أتساءل، هل يمكن لنمذجة معلومات البناء المساهمة في منع هذا؟ وقبل أن نبدأ في التفكير علينا أن نستوعب نقطتين هامتين. أولا، نمذجة معلومات البناء ليست قاصرة على المباني السكنية بل تشمل كل ما يبنيه الإنسان من مباني وطرق وجسور وسكك حديدية. ثانيا، نمذجة معلومات البناء لا تقتصر على عملية التصميم أو التنفيذ بل تمتد أثناء التشغيل وحتى عند هدم المبنى يتم الاستعانة بمدير البيم لعمل محاكاة لعملية الهدم بأقل تكلفة وأقل أضرار. وهناك أيضا نوعين من المصطلحات يجب استيعابهم. أولا، نظم المعلومات الجغرافية GIS هو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات الجغرافية، وهذه أنظمة تعمل على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات. يمكننا هذا النظام من إدخال المعلومات الجغرافية، خرائط، صور جوية، مرئيات فضائية والوصفية، أسماء وجداول، ومعالجتها، تنقيحها من الخطأ، تخزينها، استرجاعها، استفسارها، تحليلها، تحليل المكانية وإحصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط، تقارير ورسومات بيانية أو من خلال الموقع الإلكتروني. ثانيا، بيج داتا، البيانات الضخمة، هي عبارة عن مجموعة من مجموعة البيانات الضخمة جدا والمعقدة لدرجة أنه يصبح من الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية، حيث تشمل التحديات الالتقاط، التخزين، البحث، المشاركة، النقل، التحليل والتصور. ويرجع الاتجاه إلى مجموعة البيانات الضخمة بسبب المعلومات الإضافية المشتقة من تحليل مجموعة واحدة كبيرة من البيانات ذات الصلة، بالمقارنة مع المجموعات المنفصلة الأصغر حجما مع نفس حجم الإجمالي للبيانات، مما يسمح بوجود ارتباطات تكشف الاتجاهات التجارية المحورية وتحديد جودة البحث وربط الاستشهادات القانونية ومكافحة الجريمة وتحديد ظروف حركة تدفق البيانات في الوقت الحقيقي، وهي مهمة للتعامل مع كمية المعلومات الرهيبة التي نحصل عليها كل ثانية من القطارات والمحطات وتدافع الركاب وتحليلها. أصبح تجنب الاصطدام أحد الأعمال التجارية الكبرى، ووفقا لبحث عام 2015 من قبل ماركت ستاند ماركتس، فإن تكنولوجيا مقاومة الحوادث في صناعة البناء والتشييد وكذلك السيارات والسكك الحديدية والفضاء من المرجح أن تنمو من 31.19 مليار دولار في عام 2014 إلى 50.38 مليار دولار بحلول عام 2020، أي بمعدل 7.74% بين عامي 2015 و2020. والأسباب الأكثر وضوحا لهذا النمو هي الطلب. وفقا لإدارة السلامة والصحة المهنية، واحدة من أصل 5 وفيات في مكان العمل يحدث في موقع البناء، ويتطلب القانون من أرباب العمل تزويد موظفيهم بأماكن عمل آمنة وصحية. انخفاض مستوى الرؤية مشكلة معروفة في هذا المجال، وقد دفعت أنظمة السلامة السوق للحد من معدل الحوادث وتخفيف آثار الاصطدامات الوشيكة. وهناك عدد متزايد من شركات البرمجيات تعمل على حلول لمنع الحوادث في العالم المادي مع أجهزة الاستشعار والتنبيهات اللاسلكية. في العالم الافتراضي، حيث يمكن أن ينظر إلى الحادث فقط على الشاشة قبل فوات الأوان. على سبيل المثال، شركة بورت أيستورتي التابعة لسلطة ميناء الموانئ العابرة في فيلادلفيا إلى جنوب جيرسي ومنطقة الخليج السريع بنشر تحليلات تشغيلية بدرجة عالية جدا بالفعل. حتى تشغيل القطارات تلقائيا عن طريق عملية القطار الأوتوماتيكية، كانت شركة الطيران لديها القدرة على التحكم في الحركة الجوية والتيار الآلي للوقود والآن القطارات. هناك حلول فعلية ومطبقة من خلال أجهزة الاستشعار والتنبيهات اللاسلكية التي تنبه السائق إلى وجود مركبة أو عائق أمامه وتبلغ القيادة المركزية، ويمكن أن تتحكم القيادة المركزية في سير المركبة وإيقافها عند وجود عائق، ويمكن أن يكون الإيقاف التدريجي تلقائيا بدون الرجوع لغرفة المتابعة. أمثلة أنظمة الإشارة والتحكم: أوتوماتيك بلوك سيجنالينج، الغلق التلقائي للإشارات، كاب سيجنالينج سيستم، نظام إشارات الكابينة، سنتراليزيد ترافيك كنترول ومراقبة حركة المرور المركزية، أوتوماتيك ترين ستوب الإيقاف التلقائي للقطار، أوتوماتيك ترين كنترول التحكم الآلي للقطار، كوميونيكيشن بيزد ترين كنترول التحكم القائم على الاتصالات، أوتوماتيك ترين أوبريشن أور A2O أند بوزيتيف ترين كنترول التحكم الإيجابي بالقطار، أوتوماتيك فيكال لوكيشن
تقوم بتحليلات لتتبع المركبات قيد التشغيل وتوفير المعلومات للركاب عبر شاشات عرض معلومات المسافرين أو الإشارات الرقمية في المحطات أو التطبيقات على الهواتف الذكية. النظام التلقائي ليس محل اختبار بل أثبت نجاحا كبيرا حول العالم. مثلا هناك حاليا سيارات كثيرة ذاتية القيادة وأثبتت كفاءة عالية ومعدل أمان مرتفع مثل سيارات جوجل وسيارات تسلا. The National Federation of the Blind Journeying Institute المخصصة للمكفوفين. عند البحث في البرنامج والحلول الذكية هناك حل من بنتلي. يمكنك البرنامج من تصميم وتحليل قطاعات محددة للجسور والاتفاق والمحطات والمنصات. يمكن إدارة عملك والمخرجات من سلسلة التوريد الخاصة بك في بيئة مشروع تعاوني للصيانة ولإدارة المحتوى الهندسي يتيح لك للحفاظ على التاريخ الكامل ومصدر كل تصميم والنشاط الهندسي. حلولنا للتفتيش والصيانة التنبؤية تسمح لك بالحفاظ على الجسور والهياكل والمسارات. بنتلي يدعم دورة حياة كاملة للبنية التحتية الخاصة بك. سوف تستفيد من البرامج التي تدعم التنفيذ المتكامل للمشروع وإدارة جميع المحتوى الهندسي والتفتيش والصيانة التنبؤية وإدارة دورة حياة البنية التحتية الخاصة بك. حل آخر، أكثر من 450 من السكك الحديدية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تعتمد على الريل كنترول كل يوم لإدارة عملياتها والقضاء على المعالجة اليدوية وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، ويوفر النظام الموثوقية والأمن مع تجنب الاستثمار المكلف في التكنولوجيا والبنية التحتية. داتا اس واي اس تستخدم على نطاق واسع تطبيقات داتا اس واي اس لدعم إدارة حوادث السكة الحديدية وإدارة الأداء وإدارة جودة الخدمة، فهي تساعد على تبسيط عملية تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي، مما يساعد على تحسين كفاءة إدارة الاضطراب ويوفر معلومات قيمة لتحليل الأداء. وعلاوة على ذلك فإنها توفر إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأحداث المسببة للتأخير، مما يسمح للجاني الخيارات التقنية بتحليل مجالات أخرى لتقديم الخدمات وجودتها، وهذا يحسن فهم القضايا التي تؤثر على كل من الموظفين والعملاء وتوفير الفرصة لتحسين التجربة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة. Rail Traffic Controller Software يحاكي حركة القطارات من خلال شبكات السكك الحديدية على مستوى مفصل وواقعي. يتم استخدامه لمجموعة متنوعة من الأغراض تتراوح بين التحسين التكتيكي لتدفق حركة المرور لتحديد أين ينبغي أن ينفق المال لتطوير البنية التحتية ووضع خطط التشغيل وتشخيص الاختناقات والتوصية بتغيرات الجدول الزمني. هناك حلول للازدحام ودراسة حركة البشر واندفاعهم عند فتح باب القطار مثلا Smart Space